قبل عام 1947 شكلت فلسطين وحدة جغرافية واحدة. لم يكن مصطلح الضفة الغربية أو قطاع غزة له وجود جغرافي أو سياسي أو اجتماعي. عام 1947 صدر قرار التقسيم عن الأمم المتحدة، والذي قسم فلسطين إلى 7 قطع غير متصلة ببعضها. قرار التقسيم لم يعطنا الخارطة القائمة حالياً، وإنما جزأ فلسطين إلى 7 قطع، 3 قطع عربية و3 قطع يهودية، ومنطقة القدس تكون مدولة، شايف؟ منطقة القدس وبيت لحم، فهي 7 قطع. فكان في إلنا قطعة في الشمال في منطقة عكا والجليل الأعلى، كان إلنا جزء فيها. وفي قرار التقسيم بئر السبع مثلا معنا، والناصرة معنا عربية. فلم تكن الخارطة كما هي، يعني الخارطة التي تراها الآن أنت هي اليهود أخذوا حوالي 78% بدل 53%. أعلنت الحركة الصهيونية في 14 من مايو آيار عام 1948 قيام دولة إسرائيل بخريطة مختلفة عن خريطة التقسيم، بعد تطهير عرقي للفلسطينيين في أماكن كانت تابعة للدولة العربية وفق قرار التقسيم. الخريطة الجديدة اعتمدت على توحيد جسم الدولة اليهودية الوليدة، الأمر الذي يمنحها مقومات التواصل، بينما ما تبقى غير محتل من قبل الجيش الإسرائيلي من خريطة فلسطين قطعتان، واحدة في الشرق من فلسطين أطلق عليها الضفة الغربية، والأخرى في الغرب منها على البحر المتوسط أطلق عليها قطاع غزة. لا يوجد بينهما أي تواصل جغرافي.